وزير العدل أنري خوري أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى لتعيين قاضي بديل عن المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفق بيروت طارق بيطار. هيك قرار في حال صدوره بيكون عم بيشكل مخالفة للقانون، تعدي على القضاء واستقلاليته، وتعدي على التحقيق وسريته. وفي إجماع بالأوساط القضائية والقانونية بلبنان إنه هيك قرار ما في عنده أي أساس قانوني، لأنه ما بيجوز تعيين قاضي بديل لما يكون في قاضي أصيل بعده موجود وحتى ولو مكفوفة يده. وبالتالي في حال صدور هيك قرار ممكن إنه نتصدى له من خلال الطلب من القضاة إنه يرفضوا يستلموا مهام القاضي البديل احتراماً لقسمهم، أو أنه نطعن فيه أمام مجلس الشورى الدولي لمنع القاضي البديل من ممارسة مهامه. وأكيد بيضل الحل لعودة التحقيق والنظر بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين من خلال توقيع وزير المال يوسف الخليل على مرسوم التشكيلات القضائية وإقرار مجلس النواب لقانون استقلالية القضاء.